دكتور منير ويليام استشاري جراحة التجميل، أولا برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. النهاردة من خلال برنامجنا واحنا بنتكلم على الجمال، تعتقد النهاردة إن الإنسان مخلوق في أحسن صورة بحيث إن مش محتاجين يمكن لجراحة التجميل بالنسبة للإنسان، ولا ممكن في جراحة التجميل النهاردة هي ممكن تجمل في شكل الإنسان؟ هو طبعا مفيش شك الإنسان مخلوق في أحسن صورة، ولغاية كده إحنا مظبوط. لكن عايز اقول كلمه، الانسان اللي مولود عنده تشوه خلقي زي الشفه الارنبيه مثلا، او انقسام في سقف الحلق، او عيب خلقي موجود في الاذن او في الانف او في العين او في الايد او في الرجل، ده يبقى المطلوب من جراح التجميل انه يساعده على انه يوصل للصوره الجميله اللي ربنا خلقه عليها. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الانسان اللي معرض في حياته لحوادث زي الحروق زي التشوهات زي التعرض للاشعاع، هذا الانسان بتظهر فيه تغيرات كثيره في جسمه، ده محتاج لمساعده جراح التجميل انه يساعده انه يكون اقرب الى الصوره الجماليه اللي ربنا خلقه عليها. فمن هنا نقدر نقول ان جراحه التجميل مش جراحه تغيير في خلق ابدا، ده احنا بنحاول نساعد كل شخص حسب حدود امكانياته انه يكون في صوره جماليه تريحه هو نفسيا وتريح غيره وتدي القبول بينه وبين المشاهد ليه. فمن كده ما نقدرش نقول جراحة التجميل جراحة مثلا عنيفة او بتدخل بتغير في حاجة بالنسبة للخلق ابدا، ده بالعكس، ده كله لمساعدة اي شخص على انه يكون اقرب الى الصورة الجمالية اللي ربنا خلقنا عليها. هل في حد جالك كمثل في مرة وكان شكله عايز يعمل فيه جراحة معينة وانت نصحته وقلت له لا ما تعملش؟ الحكاية اللي سيادتك بتقول عليها دي مشهورة جدا في الانف، في جراحات الانف. كتير جدا من الحالات بيكون فيها نسبة كبيرة بتعاني من بعض المشاكل النفسية، وبيجي مثلا يقول مناخيري طويلة عايز أقصرها، قصيرة عايز أطولها، عريضة أرفعها أقصرها، فبيكون الرأي الأساسي موجود عند الدكتور جراح التجميل. لدرجة إن إحنا بنعمل له أشكال للأنف الجديد على الكمبيوتر، بنقول له أيهما أقرب ليك، فبيكون هو متردد، مرة بيديك منظر وبعد مثلا وقت صغير يغير ويدي منظر تاني وهكذا. العيانين دول إحنا دايما بننصح إن إحنا بندخلهم الى دكتور نفسي موجود معايا بناخد رايه، وده مش غلط، ده كلام مظبوط، بنشوف ايه وجهه نظره الطبيه في هذه الحاله. هل هذا الانسان يعاني من بعض المشاكل النفسيه اللي يقدر هو يعالجها له من غير ما يكون محتاج لجراحه، ولا هو محتاج لجراحه التجميل؟ نسبه كبيره جدا من جراحات الانف دايما بننصحها بعدم التدخل الجراحي، الا في الحالات اللي فيها تشوه خلقي واضح او تشوه ناتج عن حادث واضح محتاج للتدخل الجراحي. طب بكل صراحة أيهما أكثر جمالا، الرجل أم المرأة؟ سيادتك بتقصد في الجمال هنا هو هل هو الجمال النفسي أم الجمال الحسي أم الجمال الروحي أم مجموعه على بعض، وهل هو الجمال بالنسبة لي أنا ولا بالنسبة لك أنت؟ لا بالنسبة لك أنت. الحقيقة أنا بقول لسيادتك أن التجميل والجمال ده مجموعة عوامل لا أنا أقدر أحكم عليها ولا أنت تقدر تحكم عليها، لكن هي الصورة في النهاية مجموعه. حتى لما احنا بنكون موجودين مثلا في مسابقات وجمال وحاجات زي كده عشان نشوف مقاييس معينه، الحقيقه بيبقى في درجات معينه بالنسبه للجمال الجسمي للجمال الحسي، لكن في نفس الوقت في مقاييس اخرى للجمال من ناحيه تعليم هذا الشخص او تعليم هذه الفتاه، من ناحيه روح هذه الفتاه، حريتها، حركتها، البرزنتيشن، منظرها قدام الناس. فالتجميل والجمال هو مجموعه هذه العوامل بحيث ان هذه المجموعه في المحصله هي اللي تقدر تديك النتيجه الاح. ده انا هقول لك على حاجه غريبه، لو سيادتك جبت اجمل انف واجمل عيون واجمل رموش واجمل شفاه وكونتها، هتجد ان هذه هي اقبح فتاه. فهو الجمال نسبي، مفيش حاجه مطلقه، ما اقدرش اقول ان ده بالظبط احسن حاجه. اكثر حاجه يمكن تمثل الجمال بالنسبه للانسان، هل هي الوجه ولا الجسم؟ مفيش شك ان ده وشنا اللي احنا هنقابل بيه ربنا، فده البدايه، ده الانطباع الاول. لكن اذا ابتدينا نركز هيبقى في انطباعات تانية، لكن الاول والثاني والثالث هو الوجه، وبعد كده يبقى في مظاهر اخرى في الجسم. طب لو حبينا نفرجك على حاجه النهارده معانا في التلفزيون، حضرتك تختار ايه؟ اختار اي حاجه ممكن تكون كوميديان بحيث ان الناس يعني تقدر تضحك معانا شويه كده. نشوف مع بعض حاجة من فن الكوميديا ونتفرج مع بعض.